مرحبا أدم، حياكم الله في الفيديو اللي منتظر من الكثير صراحة. بهذا الفيديو يعني الآن تقريبا جربت نوت 9 أكثر من أسبوع، هذا أكيد تقريبا قرابة الأسبوعين، قربت أسبوعين. الآن راح أتكلم عن تجربتي مع هذا الجهاز بكل بساطة. طبعا لأنه نوت 9 يشبه نوت 8 كثير، يشبه بنفس الديزاين بنفس التصميم بنفس أشياء مرة كثيرة، نفس المميزات اللي في الكاميرا، نفس كل شيء تقريبا. فلهذا اللي قررت أنه بدال ما قاعد أسوي ريفيو كامل وأتكلم عن التصميم والمواد ذات السواليف، فبالتالي راح أدخل على طول في إيجابيات وسلبيات هذا الجهاز. فخلونا وش نبدأ فيه، خلونا نكون إيجابيين، نبدأ في الإيجابيات على طول. أول إيجابية، وأولا الجهاز متوازن وأنجح الجوالات بالسوق إذا تشوفها فهي المتوازنة. إيش يعني؟ يعني أنه الأشياء المهمة كلها في الجوال أداءها ما بين جيد أو جيد جدا إلى ممتازة، تؤدي المطلوب ما تعاني معها. نوت 9 صار واحد من هذه الأجهزة، وهنا قاعدين نتكلم عن الكاميرا، الشاشة، البطارية، السماعات وكل الأشياء الأساسية أو المهمة. هنا ممتازة إلى جيدة جدا، ما تعاني معها. مثل السنة مثلا الماضية كان في مشكلة مع البطارية وكانت أحد الأشياء اللي ممكن تطفشك من الجهاز مثلا، لكن هنا أغلب الأشياء كانت جدا ممتازة أو رهيبة. وأكيد الكاميرا هي أحد الأطراف اللي كانت جدا ممتازة، قدرت أن يأخذ فيها الصور كثير روعة. وهذه السنة سامسونج تقول أنها أضافت الذكاء أو الذكاء الاصطناعي، وسمتها بأنه الكاميرا صارت ذكية، بالتالي تقدر تعرف الشيء اللي قدامك وتعطيه ألوان أفضل. صراحة ما حسيت إن في فرق كبير، لكن برغم من ذلك الكاميرا تعتبر ممتازة جدا في هذا الجهاز. طبعا من الأشياء الممتازة هي الذاكرة الداخلية، صار يبدأ من 128 جيجا بايت ويوصل إلى 512 جيجا بايت، هذا غير الذاكرة الخارجية. فإذا كان يهمك جهاز بذاكرة كبيرة، نعم نوت 9 أحد الخيارات الحلوة. ثالث شغلة عجبتني هي القلم اللي كل سنة جالس يتطور، أحب أحدد النصوص فيه صراحة تفيدني، أحب أني أقص جزء من الشاشة وشاركها مع أصدقائي، في كثير من المميزات الرهيبة جدا. ما لاحظت نفسي قاعد أكتب نوتس كثيرة، لكن بكل الأحوال في عندك شيء جديد صار أنك تقدر تربط القلم بالبلوتوث بالنوت 9 مثل ما قلتها سابقا. من خلال إعدادات تقدر تحدد وظيفة للزر، مثلا هنا إذا ضغطت الزر راح تفتح الكاميرا، وإذا ضغطت مرة ثانية راح تقدر تصور فيها. الحركة هذه لطيفة، حلوة أنهم أضافوها، معني صراحة حسيت بأنها انحطت بس عشان يقول حطينا شيء جديد، لأنه حسيت أنها صعبة شوي أني أطلع القلم عشان أضغط الزر عشان مثلا أفتح تطبيق معين. أشوفها أكثر منطقية أني أفتح الشاشة وأضغط أختار الأبليكيشن بشكل مباشر وخلاص. لكن سامسونج عندي لكم فكرة، في هنا زر في الجنب اسمه زر بيكسبي أو أيا كان تسمونه، لو تفتحونه لنا تدخلون نقدر نحط التطبيق اللي نبغاه راح يكون أفضل كثير، ولا لا؟ لكن عموما كل الميزات والإضافات اللي موجودة في القلم أعتبرها إضافات لطيفة ومرحب فيها سواء استفدت منها أنت أو لا. وطبعا لأن القلم يرتبط بالجوال ببلوتوث فإنه فيه بطارية، هذا الشيء لاحظ بأنه خوف ناس كثير، لكن أقدر أقول لك هي أنه البطارية تقدر تشوف مستواها عن طريق النظام نفسه. واللي لاحظته بأنه عمر القلم ما تنتهي بطاريته، بما أن القلم أغلب الوقت يمكن 99% هو داخل الجهاز، فبالتالي راح تلقاه دائما جاهز ومشحون. بالتالي أشوف أن هذه نقطة مفروض أنك ما تفكر فيها. وبالطبع واحدة من أكثر الأشياء رهيبة في هذا الجهاز هي الشاشة. إذا كنت أنت من الناس اللي يحبون يشوفون ميديا وفيديوهات كثيرة، هذه الشاشة رهيبة. هذه الشاشة تقريبا هي الأفضل حاليا بين كل الأجهزة على فكرة، فنعم هذه واحدة من أفضل الأشياء اللي موجودة في الجهاز. طيب خلونا ننتقل للجزء المحبط شوي. أول سلبية وأول نقطة بتكلم عنها لأن هنا مهمة جدا وبكون قاسي لأنه لهم كم سنة قاعدين يعيدون هذه النقطة، هي الموضوع النظام. ما أعرف ليه سامسونج عندها إصرار على أنها تحط نظام قديم في أحدث جهاز. النظام اللي موجود هنا هو أندرويد أوريو 8.1، بالرغم من أنه أندرويد 9 الجديد أطلق وهو موجود الآن في عدة أجهزة منافسة. اللي صاير الآن أني لازم أنتظر شهور إضافية لحد ما سامسونج تحدث نوت 9 لأندرويد 9 اللي هو فعليا موجود بأجهزة مختلفة منافسة. ثم بعد أقل من سنة جوجل راح تعلن عن أندرويد 10، وبذلك الوقت سامسونج راح تحدث جهازك أندرويد 10 وتقول لك أنها أعطيناك تحديثين كبيرة وخلاص انتهى عمر جوالك. ربما هذا اللي بالغالب قاعد يصير، المفروض أنه يطلق بالنظام الجديد 9 وأحصل على 10 و11. هذا غير إذا تكلم عن نقطة أنه المفروض أصلا يزيدون من مدة دعم الجهاز بالتحديثات، فهو جهاز غالي ويستحق أنه يدعموني فترة أطول.
ثاني عيوب الجهاز هي الواجهة. تصميمها أشوفه جدا ممتاز، ما أقدر أتكلم في التصميم، بالعكس أنا شخصيا يعجبني تصميمها، يعني ينخفض أداها بعد فترة من الاستخدام، وهذه الحقيقة للأسف ما زالت موجودة. استهلاكها البطارية كثير، وبعد شوي بتكلم عن البطارية تحديدا، لكن هذه شغلات قاعدين نتكلم عنها خلال السنوات الأخيرة وللأسف ما عدلتها سامسونج. ثم العيب اللي بعده هو بسيط جدا، بس لو سووا سامسونج حتحسب لهم. بعد جيلين متتابعين اقتنعت شخصيا انه قلم وشاشة منحنية ما تمشي مع بعض. بكل مرة استخدم القلم عشان اقص جزء من الشاشة ولا تكتب ولا اي شيء، راح تلاحظ انه اذا وصلت للاطراف فهو شيء مزعج للقلم، القلم يفلت احيانا وهذه مزعجة نوعا ما. المساحة المخصصة للكتابة تصير أقل فعليا بسبب الشاشة المنحنية. راح يكون شيء رهيب جدا لو سامسونج طلعوا نسخة من نوت بشاشة مسطحة، أو على الأقل يخلونه مسطح والاس مثلا منحنية، ولا وش رايكم؟ آخر نقطة راح أتكلم عن البطارية. يمكن تستغرب لأني توني قلت بأنه جهاز متوازن والبطارية رهيبة وهذه شغلات في بداية الفيديو، لكن أعطوني دقيقة هنا بس أفسر لكم اللي صاير. اختبرت الجهاز لفترة طويلة نسبيا، لاحظت انه تعطيك يوم كامل من الاستخدام، وهذا كويس. اذا هدفك انه جهاز ياخذ يوم كامل من الاستخدام هذا الجهاز كويس. اكثر شيء اعطتني اياه هذه البطارية هو 6 ساعات وشوي مدة تشغيل شاشة، بس ارجع واقول ان واجهة سامسونج تستهلك بطارية اكثر من اللازم، خصوصا اذا شغلت الخرائط، شغلت المابس، اشياء عادية استخدمها يوميا بكل الجوالات. وخلونا نقارن بالمنافسين عشان تفهم نقطتي. ون بلس 6 بطاريته 3300 ملي أمبير، أعطتني 6 ساعات تشغيل شاشة. HTC U12 بلس بطاريته 3500 ملي أمبير، وفعليا كانت تعطيني أو تعدي 7 ساعات تشغيل شاشة. ثم نجي لميت 10 برو، هذا المنافس المباشر لفئة نوت من سامسونج على فكرة، بطاريته مثل النوت 9 اللي هي 4000 ملي أمبير، وكان يعطيني أكثر من 8 ساعات تشغيل شاشة. ولما تشوف نوت 9 بينهم بتفهم ليش أنا انتقدت واجهتهم وأقول إنه لازم يعدلونها من ناحية استهلاك البطارية. كذلك لا تنسى إنه بطاريات الليثيوم اللي موجودة في كل الجوالات ينخفض أداها مع الوقت، ولهذا نعم راح ينخفض أداها مقارنة بالآن. طبعاً بالنهاية لا تنسى أنك تشارك هذا الفيديو مع أصدقائك، أعطينا اللايك على الفيديو لأني حاولت قدر الإمكان إنه يكون الفيديو قصير، مو بلازم تشوفون، مو بلازم تضيع من وقتك ربع ساعة عشان تشوف فيديو. أتمنى أن أعجبك. مع السلامة.